صباح الخير أعزائي، برحب فيكم مجددا على الفريجرنس هوليك ليبانون بيروت فريجرنس باشون. كل شخص جديد على القناة بتمنى عليه يعمل سبسكرايب. موضوعنا اليوم راح يكون عن عطر من شركة دي سكويرد 2، اسمه العطر اسمه هي وود. اوكي، هاي الفول برزنتيشن تجي بهالشكل. اوكي، فول برزنتيشن. نبلش سريعا بالعلبة. العلبة بتحسوها من نوع الكرتون الأسمر، مثل الكرتون اللي بيعملوا له إعادة تدوير. أوكي، يمكن هذا مشان الحفاظ على البيئة. عليها اسم هي وود دي سكوير 2، اسم الشركة 100 ملي أوضة تواليت. الباتش كود موجود هون، معلومات العلبة. بتحسوها مهندس مصممة هاي العلبة، لأنه ما بتركب فيها أنينة القطر إلا باتجاه معين. بتحسوها مشغول عليها العلبة. اوكي، من نوع قلنا الكرتون الاسمر. القنينة زجاجة، من احلى الزجاجات الموجودة عندي. الاطار بيجي اطار خشبي، خشب مزبوط، حسوا فيه ريحة الخشب بقلبه الزجاجة. السبراير بيجي مثل برادا امبر، بيجي هيك على اليمين او على الشمال. اوكي، السبراير رائع، كتير منيح. اوكي، عندنا هون ستيكر مع الباتش كود والمعلومات. اوكي، قلنا 100 ملي اوضه تواليت. هذا العطر تم اصداره عام 2007، هو من نوع الودي اروماتيك. العطار هي سيدة عملته، دفني بيجي اسمه. اوكي، بيتمحور هذا العطر حول زهرة البنفسج واوراق البنفسج، يعني الفايوليت الفلاور والفايوليت ليفز الوراق. عندنا خشب الارز، نجيل الهند. بتعرفوا انا عندي ضعف، بس شوف قطر فيه نجيل الهند بحب على طول جربه، من احلى النوتات عندي. عندنا الفير اللي هو نوع صنوبريات، المسك والعنبر. هذا هو العطر. بذكرنا شوي بعطر ديور فهرنهايت اذا بدكم. بس اذا بدكم، اذا بنشيل منه النفحه الجازولين البتروليوم فايب الموجودة بالديور فهرنهايت، بصير كتير قريب على هيدا العطر. يعني ديور فهرنهايت بلا الجازولين فايب، لأنه نوتة البنفسج كتير بتشبه، يعني بتحسوه من عائلة الديور فهرنهايت، بس هيك أخف، يعني أنعم. أوكي، أداؤه هذا العطر أداؤه جيد جيد جدا. اذا بدكم عم بيعطيني 6 ساعات وبيعطي اكثر، بس انا رح اقول 6 ساعات جيدين جدا. القطر واضح عليكم بكون خلال 6 ساعات، وبضاين 8 بس انا رح اقول 6. اول ساعه ونص فواحين كثير منيح، كمان على التياب بضاين لتاني يوم، وبس يعتق بصير احلى. بيعطيكم ريحه نظافه، ريحه صابون على نظافه، بس يعتق هيدا العطر. بالنسبه للفصول، خريف وربيع هو احلى فصول لهيدا العطر. والخريف احلى واحلى، فصل الخريف كل العطور الخشبية بتحسوها خارج فصل الخريف. بالاطراءات لا بأس، بالاطراءات بجيب الاطراءات. العطر ماسكولين بس عنده طابع عصري، العطر يعني بتحسوه اولد سكول شوي بس مع طابع عصري، وبيعطي احساس لنا رائحة نظافة. ف بجيب الاطراءات من السيدات ومن الصبايا حتى. هذا الاصدار، هذا الشكل، الاصدار الخشب، يعني الاطار الخشبي توقف اصداره وحل مكانه عطر تاني من نفس الشركة دي سكوير 2، سموه وود فور هيم. بدل هي وود صار وود فور هيم، تغير الشكل الزجاجي راح حطه على الشاشة. بس بعده موجود بكترة، هذا يعني بعد ما اختفى من الاسواق موجود في كميات، بس بلبنان سعره تقريبا شفته اخر مرة بحدود $50. اوكي، غالي بالنسبة للبنان. بأوروبا بتلاقوه بعد أرخص، أو على الأمازون أو شيء بتلاقوه أرخص، يمكن بحدود $25-$30. أوكي، فهذا هو العطر. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تتابعوني، تعملوا سبسكرايب. شوفكم فيديوهات جديدة.